عبد الوهاب عامر شفيع يقول هذا جيلنا ذهبي وجيل نبي نوصل فيه لأبعد مرحلة، والآن تفكيرنا فقط في 16. أجل الجيل اللي في 2004 وصل دور نصف نهائي وشو؟ شوف عامر شفيع أعتقد لعب 2004 وكان بالمناسبة لعب ضد المنتخب السعودي، وأنا شفت المنتخب الأردني كان منتخب يعني جيد لكن ما هو ممتع. المنتخب الحالي صراحة ممتع، يعني أنا بالنسبة لي 2011 اللي قابلوا فيه السعودية 2011 عفوا إيه الأستاذ محمد كان يقول إنهم بيقابلون المنتخب السعودي أو الياباني إذا فازوا. قبل ما أسمع المعلومة هذه متوقع إنهم يصلون على الأقل دور الأربعة. أنا ما أتمنى يفوزون على المنتخب السعودي، لكن متوقع أن دور الأردن بيصل نصف النهائي. منتخب قوي ومتكامل ومنسجم وفي كل خط فيها نقاط قوة، وبالتالي يحق لنا يقول هذا منتخب ننتظر منك. هل ممكن أن يعيد التاريخ؟ لا، قصده بالمنتخب الذهبي، لأن هذا المنتخب هو اللي وصل إلى ملحق مع الأرجواي في 2014 كأس العالم. كأس العالم يعني كان بينه وبين الوصول لكأس العالم المباراة مع الأرجواي.